أهلا ومرحبا بكم إلى نقطة حوار جديدة، معي أنا محمد سيف النصر. كغيرها من الاتصالات والتحركات الدبلوماسية الدولية التي جرت مؤخرا بهدف التوصل إلى حل للأزمة السورية، تصطدم خطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفن ديمستورا بعقبة مصير الرئيس السوري بشار الأسد في أي حل محتمل. فقد ألمح الائتلاف الوطني لإخوة الثورة والمعارضة السورية إلى أن خطة ديمستورا تتجاهل حسم مصير الأسد بوضوح، عبر تأكيده في بيان أن الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، ما يعني عدم وجود أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سوريا. تقترح الخطة التي تبناها مجلس الأمن الدولي بالإجماع تشكيل 4 مجموعات هي السلامة والحماية، مكافحة الإرهاب، القضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار. وسند بيان الأمم المتحدة خطة ديمستورا للعمل من أجل مفاوضات وانتقال سياسي على أساس بيان جنيف، لكن الخطة لم تحسم مسألة دور الرئيس السوري، ما يجعل إمكانية نجاحها غير واضحة بعد. ما رأيكم أنتم؟ هل تنجح خطة ديمستورا في إنهاء الصراع الذي دخل عامه الخامس؟ وهل باتت القوى الإقليمية على قناعة بضرورة دعم مساعي الأمم المتحدة؟ وهل تنجح المحادثات مع المعارضة والنظام في تخطي عقبة دور الأسد؟ شاركونا حوار اليوم هاتفياً على رقم 00-44-20-77-65-0211 أو نصياً على رقم 00-44-79-3-40-47 أو عبر موقعنا bbcarabic.com. المشاركة أيضا متاحة على صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، على فيسبوك، على تويتر، على جوجل بلس. بإمكانكم أن ترسلوا المشاركات كي تثروا الحوار في هذه الحلقة. يتابع هذه المشاركات محمود القصاص. مرحبا محمود. أهلا محمد. كثيرون تساءلوا بمرارة أين سوريا التي تبحث الأمم المتحدة عن مستقبلها بعد أن تحولت سوريا إلى مناطق خاضعة لميليشيات مسلحة؟ أين الشعب السوري بعد أن تحول نصفه على الأقل إلى لاجئين ونازحين؟ لماذا لا يتم مواجهة أصل المشكلة بدلا من الاقتصار على مواجهة حلول نتائجها، وهي وجود ملايين اللاجئين السوريين الذين هربوا من الحرب؟ أحد المشاركين كتب يقول: ما يطرح هو حلول لا تتعلق بسوريا بل تتعلق بأجندات خارجية. القضية لم تعد سورية سورية، بل لم يعد هناك سوريا أصلا، هناك كانتونات والأسد يسيطر على واحد من هذه الكانتونات. وطبعا هناك آراء كثيرة حول الموقف في سوريا وحول مقترح الأمم المتحدة للوصول إلى حل الصراع. ستعرف على هذه الآراء لاحقا خلال البرنامج، فانتظرونا. نعم، إذا نبدأ بالمشاركين معنا عبر الهاتف في حوار اليوم. أرحب بالمجموعة الأولى من المتصلين، وأتحدث بداية إلى سعيد يهاتفنا من السويد. مرحبا بك معنا سعيد. ما رأيك، هل تنجح خطة ديمستورا المبعوث الأممي بصيغتها الحالية ربما في إحداث انفراجة نحو إنهاء الصراع السوري؟ مساء الخير أولا أستاذ الكريم. أهلا وسهلا. بالنسبة للخطة، خطة ديمستورا، فهي برأيي وبرأي أغلب السوريين فهي خطة سوف تبوء بالفشل، بسبب أنها تجاهلت إعاقة نظام الأسد أولا، ولا يوجد أي خطوات لبناء ثقة في المجال الإنساني في 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 سوريا، مما يعني عدم وجود بيئة تساعد على المفاوضات السياسية البناءة. وبالتالي حتى أيضا ديمستورا لا ينشر هو أسماء من الذين تتم مقابلتهم من الائتلاف أيضا أو من النظام أو من أي أطراف أخرى. طب أين الإشكالية الرئيسية؟ يعني هل فعلا عدم تطرق الخطة بوضوح لمصير الرئيس السوري بشار الأسد هو عقدة المشكلة أو هو لب هذه المشكلة، أم هناك جوانب أخرى؟ هو لب المشكلة الرئيسي، بسبب أنه لا يمكن التفاوض بحوار سياسي مع النظام أو مع أي أطراف من النظام، بشار الأسد أو غيرهم. هو يريد حل سياسي، أن يبقى على مؤسسات الدولة، ومؤسسات الدولة هي جميعها أمنية، لا يوجد مؤسسات دولة اجتماعية، لا يوجد مؤسسات دولة إنسانية. نعم. طيب شكرا يا سعيد على هذه المشاركة، وأتحدث مع محمد يوسف من قطر. محمد، ما رأيك، هل تتفق فعلا على أن يعني مصير الرئيس السوري بشار الأسد هو العقدة الرئيسية أو العقبة الرئيسية أمام أي حل محتمل في هذه المرحلة، أم على العكس كما قد يطرح البعض دوره مهم على الأقل في هذه المرحلة
وبعد ما آلت إليه الأوضاع على الأرض في سوريا وصعود التنظيمات المتشددة؟ مساء الخير أستاذ محمد لك وللأخ المشارك وكل المستمعين والمشاهدين. بالنسبة للسؤال، طبعا المعروف أنه منذ ما يقارب 5 سنوات والأسد يمثل مشكلة للحل لأي مبادرة ولأي مبعوث دولي، هذا الكلام أصبح يعرفه كل شخص، وإلى الآن المبادرة تقول المشكلة في شخصية الأسد. طيب هل من المعقول أن تدمر دولة كاملة أرضا وشعبا من أجل شخص واحد؟ لو كانت الخطة جادة، الخطة التي يحكى عنها الآن لو كانت جادة لجعلت المشكلة اللي هي مصير الأسد هي البند الأول. فأي خطة تأتي مثل هذه الخطة تتحدث عن تفاصيل فقط لتغرق الشعب في متاهات وتتجاهل المشكلة الرئيسية اللي هي مشكلة شخصية. لماذا برأيك؟ يعني لماذا يا محمد تجاهلت الخطة المشكلة الرئيسية على حد قولك وهي دور الرئيس السوري؟ نعم، السبب الرئيس لهذا التجاهل أنه ما زال هناك بقية من حياة في سوريا رغم المآسي، ما زال من بقية. المطلوب هو إنهاء هذه الحياة المتبقية من سوريا بالكامل، يعني تخريبها وتدميرها بالكامل، وبعدها يأتي الحل. أما لغاية إنهاء الحياة ونهاية بقايا الشعب الموجود إجباري، يجب أن يكون هناك مبادرات، ويجب أن يكون هناك مبعوث، ويجب أن يكون هناك أمم متحدة، كي عبارة عن العجلة تمشي والسلسلة تكتمل والطاحونة ما زالت. يعني أنت ترى أن هناك توجه ل يعني إطالة أمد الصراع حتى يتم إنهاك ربما كافة الأطراف ثم يتم البدء في الحل، أم ربما هناك خشية من المجتمع الدولي من أن زوال النظام ورأس النظام في ظل الأوضاع الموجودة الآن على الأرض والتنظيمات وطبيعة التنظيمات الموجودة في سوريا ربما يؤدي إلى مشكلة أكبر وإلى فوضى أكبر؟ أخي الفاضل، المجتمع الدولي يعرف أكثر منا أن التنظيمات الموجودة الآن هي من صنيعة النظام، والتنظيمات الموجودة الآن هي عبارة عن أذرع للدول العربية والدول الإقليمية، منها العربية والدول العالمية أيضا، كلها لها أذرع. فإذا أرادوا الحل حلوا الموضوع، وكان الحل سهل، وكلما رجعنا سابقا كان الموضوع أسهل، ولكن عبارة عن لا توجد إرادة دولية للحل. المطلوب مثل ما تفضلت أنت هو عبارة عن إنهاك الجميع وتأمين الحدود الإسرائيلية إلى أقصى حد ممكن. طيب، كل يوم يمر في سوريا تؤمن فيها الحدود عشرات السنين. تمام، طيب شكرا يا محمد على هذا الرأي، وخلونا نضم الحوار اليوم عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول هادي البحرة، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. مرحبا بك معنا أستاذ هادي. رغم أن موقف أو الموقف الرسمي لائتلافكم هو أن يعني العقبة الرئيسية أمام الحل والعيب الرئيسي في خطة ديمستورا هو عدم حسم مصير الرئيس السوري بشار الأسد، لكن ربما يرى البعض أن في اعتراضات أخرى لكم يعني على الخطة تجسيد لخشيتكم، أو أن الخشية الرئيسية لكم هي أن الخطة تهمش دوركم كمعارضة أو كجهة رئيسية تمثل المعارضة. الحديث هنا ليس عن تهميش المعارضة بالمطلق، حتى من الخطأ أن نستخدم تعبير المعارضة، لأننا في الحقيقة أمام وضع نظام ديكتاتوري مجرم يقوم بذبح وقتل شعبه وتدمير وطنه مقابل شعب. فنحن نمثل الشعب السوري، نمثل تطلعات هذا الشعب نحو الحرية والديمقراطية، نمثل أحلام هذا الشعب في الانتقال إلى مجتمع ديمقراطي تعددي يكون فيه المواطن حرا وتحترم حريته وتحترم كرامته. فلذلك نحن لا يمكن أن نفرط بتطلعات الشعب السوري، وعلينا قبل الانخراط بأي عملية أن نتأكد أن هذه العملية السياسية تحقق هذه التطلعات وتحقق تمثيل لتطلعات الشعب بشكل قانوني وبشكل موضوعي وبقوة توازي. طيب أستاذ هادي، وتساوي على الأقل قوة الطرف الآخر. بدأ من مواقفكم أن هذه التطلعات أو التطلع الرئيسي في هذا السياق ربما أن يتم التعامل معكم على أنكم الجهة الرئيسية التي تمثل المعارضة السورية، ولأن الخطة لم تقدم هذا ومنحت النظام حق يعني تقديم وتشكيل وفد ممثليه، لكن لم تمنحكم أنتم كائتلاف وطني لقوى المعارضة السورية هذا الحق في تشكيل وفد المعارضة،
من هنا جاء التحفظ الرئيسي والذي ربما يتجاوز التحفظ على دور الرئيس السوري أو مصير الرئيس السوري. دعني أوضح بعض الحقائق لكم. يعني أنا استغرب يعني طرح أمور دون أي استناد للوثائق ولما هو على أرض الواقع. أولا لم يحسم بعد طريقة تشكيل المجموعات الاستشارية أو مجموعات العمل في المسارات الأربعة التي ستعمل على القضايا الرئيسية. ثانيا فعليا المبادرة التي تقوم حضرتكم بمناقشتها حاليا هي ليست مبادرة قدمها السيد ديمستورا بشكل نظامي وبشكل مبادرة معتمدة من قبل مجلس الأمن أو من أي طرف دولي. هذه هي عبارة عن مسودة. يعني ألم تؤيد الأمم المتحدة ولم يؤيد مجلس الأمن هذه المبادرة كأساس للتحرك بالإجماع؟ لا لم يجري. مجلس الأمن لم يؤيد أي مبادرة، إنما مجلس الأمن أيد وشجع سيد مستورة على جهوده التي يبذلها لمحاولة إيجاد أرضية. طيب هو يبذل الجهود في الإطار الذي نتحدث عنه؟ لا أنت مخطئ. المسودة التي تقوم بالحديث عنها هي أحد السيناريوهات التي قام فريق السيد ديمستورا بدراستها ضمن مجموعة العمل الخاصة بهم، وهي ليست مطروحة. طيب بشكل سيدي، بس يعني اللعب ويجري في الصياغات المطروحة وما هو مطروح أو ليس مطروح ليس هو موضوعنا. يعني المجلس الأمني أيد جهود ديمستورا، جهود ديمستورا الرئيسية تصب في هذه الآونة، في ما يتم الحديث عنه في هذه المبادرة. موقفكم أنتم تعترضون على المبادرة لأنها لم تحسم مصير الرئيس السوري، ولا تعترضون عليها لأنها يا سيدي ولا تعترضون عليها لأنها لا تمنحكم يا صديقي حق تمثيل المعارضة السورية بشكل رئيسي؟ خليك واضح معي. الائتلاف هو يمثل تطلعات الشعب السوري، وهو المحاور الرئيس للشعب السوري وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر منذ عامين. والقضية الأساسية هي التفاوض على تطبيق بيان جنيف، فأي وثيقة تطرح يجب أن تتوافق مع بيان جنيف، والبحث طيب والتفاوض يا سيدي يكون حول سؤالي كان عن هذه النقطة بيان جنيف. يا أستاذ هادي أنا مش مختلف معك، أنا سؤالي عن هذه النقطة، هل التحفظ على جهود ديمستورا الأخيرة هي أنها لا تحقق ما تتحدث عنه، لا تتعامل معكم على أنكم الممثل الرئيسي للشعب السوري؟ لا يمكن التعاطي مع قضية الشعب السوري باستخفاف وبنداء من أي جهة كان. تفضلوا لنتحاور، علينا أن نتأكد أولا أن تمثيل الشعب هو تمثيل صحيح، وأن الجهات التي ستمثل الشعب تتمتع بالمصداقية والالتزام بتطلعات الشعب السوري. نحن لم نقول نقاطع هذه الجهود، نحن نتعاطى مع أي جهد سياسي لحل القضية السورية بإيجابية، لكن من حقنا أن نوجه الاستفسارات وأن نفاوض لطريقة التمثيل لنتأكد أن ليس هناك ضياع لمطالب الشعب الذي ضحى من أجلها لخمس سنوات. طيب يبقى في تحفظ واضح من جانبكم على طريقة التمثيل، أو كيف سيتم وضع أسس تمثيل أو من يمثل المعارضة السورية. خلينا نذهب للناس ليس برضو تحفظ. طيب ليس هناك تحفظ، هناك تساؤلات. طيب وهناك عملية حوار مستمرة مع فريق السيد ديمستورا حول طريقة التمثيل هذه. طيب واضح، هو نفس الحديث. خلينا نروح للناس ونشوف أرائهم في هذه النقطة. أبو عبد الله من المغرب. أبو عبد الله مرحبا بك معنا، كيف تنظر لهذه الجهود الأخيرة للسيد ديمستورا؟ نسميها مبادرة، نسميها جهود كما يفضل السيد هادي، هل ترى فيها أساس للحل أو ما المشكلة الرئيسية فيها إذا كنت ترى بها مشكلة؟ سيدي الكريم مساء الخير. أول شيء أي مبادرة ما تطلع من السوريين أنفسهم فهي مجرد تضيع للوقت وسفك مزيد من الدماء السورية. أول شيء السوريين كلهم يعترفوا أنهم أخطأوا، إذا كانوا نظام ولا معارضة ولا كل السوريين يعترفوا أنهم مخطئين بحق الشعب وبحق أنفسهم أول شيء. وما يكون أنه يعني فقط بس يكون أنه في طرفين هن النظام ومعارضة وفي طرف ثالث هذا الساكت، وهذا هو المهم يحسن يحكي.
الطرف هذا ما بده يعني لا مقابلات صحفية ولا إعلامية، بده شيء على أرض الواقع. بده عالم تنزل على المعارضة، تنزل مثلا على سوريا وهي تكون دمها مو أغلى من دم الشعب السوري اللي عايمه، وتنزل وتواجه النظام على أرض الواقع. أي معارضة؟ ما هو أبو عبد الله أنت بتقول إن التحرك لابد أن يأتي من الشعب السوري. أي معارضة؟ من يمثل الشعب السوري الآن؟ أي إنسان شجاع بينزل ما المعارضة هي الشجاعة، هي هو اللي بده حقوق الشعب. هو بده حقوق الشعب، بده يظهرها للعالم، مو نضل نحن بس مؤتمرات صحفية ومقابلات وكذا والشعب ما عم يفهم شيء من الأمور هي. بده عالم على أرض الواقع تنزل، وأي لما بده، وأنا متأكد إنه النظام هو اللي راح يحميها وهو اللي راح يدافع عنه، لانه اي شيء مسهم الشعب كلياته ما بيتحمل النظام، بين ايديه ساعتين بصير بغيره لما بيعرفوا انه يعني ما بده يتحاور. يعني انت هل ترى ان المعارضه طالما هي خارج سوريا فهي لا تمثل الشعب السوري خير تمثيل؟ هل هذا ما تود قوله؟ ما لها اي فعاليه ولا تمثل اي شيء غير عم تمثل يعني الدول اللي عم تدعمها. نحن بدنا عالم تنزل تعيش معنا. انا لو انا عم بحكي من المغرب وبتمنى اكون بسوريا، بس ظروفي ما عم تسمح لي، بس بتمنى انه كنت تنزل ويعني تكون عندها الشجاعه تواجه. اذا هن جبانين ما بيشرفونا يمثلونا، ينزلوا اذا بصير شيء عليهم نحن رح نحميهم بدمنا وبكل شيء بنحميهم عنا. تمام، طيب شكرا جزيلا يا ابو عبد الله. واستمع الى مرهف الحموي من بريطانيا. مرهف، ما رأيك يعني هل أساس المشكلة أو يعني الطريق أو السبيل الرئيسي للحل هو حسم مصير الرئيس السوري بشار الأسد، أم فعلا تمكن السوريين بكافة أطيافهم من حكومة ومعارضة بمختلف مشاربها من يعني بدء حوار من أجل حل أو من أجل إخراج سوريا من أزمتها؟ ما رأيك؟ السلام عليكم. أولا عليكم السلام، تفضل. يا أخي أنا أستغرب لماذا دولة متعلقة بشخص، لا يوجد شيء بالعالم إنه دولة تتعلق بشخص واحد. فإذا توفى بشار الأسد هل معناته توفت سوريا؟ لماذا بشار الأسد بجديف واحد وبهي المحاولة لماذا بشار الأسد؟ يعني هي أساسا ما هو سياسي، هو خرب سوريا من أولها إلى آخرها. هو لو في ذرة شرف لكان استقال من بيشوف سوريا واللاجئين، من بيشوف شعبه شلون عم يتشرد ومتخبيين ورا المقاومة. أي مقاومة، أي إنسان بيقاوم إذا شعبه ما وراه. ب 2006 حزب الله قاوم لأن الشعب العربي كان وراه، لكن لو يقاوم هلا رح يقتلوا الشعب مع إسرائيل. طيب يعني أنت شايف أن الرئيس السوري هو أساس المشكلة وهو مصيره أو عدم حسم مصيره قد يعيق جهود ديمستورا الأخيرة؟ الرئيس الرئيس ما يسمى بالرئيس اللي ورث أبوه من النظام، هو اللي كرس الطائفية، هو اللي كرس كل شيء، هو اللي عمل داعش. طيب هو اللي خلى داعش تحتل. طيب خلاص، عموما يعني واضح وجهة النظر هذه، أنت تتفق مع رأي القائل بأن عدم حسم مصير الرئيس السوري هو عقبة رئيسية. أعود إليك سيد هادي وعدة نقاط في أو أثارها المتصلان الأخيران. المتصل الأول ربما طرح نقطة من يمثل الشعب السوري، وإذا كان الائتلاف فعلا يعني هو من يمثل المعارضة السورية ويتحدث باسم مطالب الشعب السوري كما تقول، يبدو أن الواقع على الأرض في سوريا وحتى التطرق الدولي عبر جهود ديمستورا وأيضا الاتصالات التي تقوم بها عدة دول يؤشر على أن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ربما لا يمثل أو لا يمكن أن يكون الجهة الرئيسية التي تمثل المعارضة، أو يمكنه أن يتحدث باسم طموحات الشعب السوري كما أشرت. شرعية التمثيل، كما تعلم لا يوجد انتخابات حرة في سوريا حاليا، ولا يمكن للمعارضة أن تكون متواجدة داخل سوريا لتجرى انتخابات ينتخب الشعب ممثليه. شرعية المعارضة أولا تأتي من شرعية مطالبها ومدى أحقية الشعب السوري لنيل هذه المطالب وتطلعاته. فأنا بمدى التزامي بتطلعات شعبي ومطالبه أكون شرعيا، ومتى خرجت عن هذه المطالب وعن هذه التطلعات أفقد شرعيتي. الائتلاف هو أكثر تنظيم متلاصق مع الأرض، فمن ضمن أعضائه المجالس المحلية المتواجدة داخل سوريا والتي تقدم خدمات
داخل سوريا. أين أستاذ هادي؟ يعني على تواصل يكاد يكون هناك شبه إجماع سواء إقليمي أو دولي أن تأثير الائتلاف الفعلي داخل سوريا لا يهمني كل شرعية الائتلاف. أولا تستمد من مدى التصاقها بتطلعات الشعب وبالشعب داخل سوريا. على سبيل المثال نحن مواقفنا من الحل السياسي ومبادرة السيد دمستورة تنطلق من التواصل أيضا مع الكتائب العسكرية على الأرض. يوم أمس كانت ثالث أي كتائب بين قيادة الكتائب المسيطرة بين قيادة فعليا هي الأشد تطرفا بين قيادة وليست لديكم سيطرة عليها وبين باقي كتائب الشعب بين كتائب الجيش الحر في حلب. يوم أمس عقد اجتماع بين رئيس الائتلاف وبين قيادات هذه الكتائب ونحن نتكلم عن الكتائب المعتدلة وليس ما تشير إليه حضرتك. أما بالنسبة لنا نحن فلا نتطلع على الاعتراف الدولي كاستناد أولي وهو موجود، لكن نتطلع أولا إلى مدى تطابق مواقفنا السياسية مع تطلعات شعبنا ومدى فعليا مشاوراتنا التي نتواصل معها مع كافة قطاعات الشعب من منظمات مجتمع مدني إلى كتائب الجيش الحر إلى النقابات الحرة الموجودة في الخارج. أستاذ هادي قد يرى البعض مع تطلعات هذه التنظيمات قد يرى البعض أن هذه الخطط وهذه التطلعات يجب أيضا أن تتوافق مع الواقع السوري، والواقع السوري كما يبدو لكثيرين الآن يجعل هل اختلاف يا أخي في الواقع هل يجوز للمواطن في سوريا أن يتمتع بحرية أقل من التي تتمتع بها أنت في إنجلترا؟ يا سيدي هل يجوز للمواطن السوري أن لا تحمى حقوقه؟ طب ممكن تسمح لي أطرح السؤال في بلده؟ طيب نحن لا نختلف على ذلك. تجوز هو السؤال في إنجلترا ولا تجوز للمواطن في سوريا؟ سيدي وما فيش مشكلة الآن إنجلترا طرف فيها، اسمح لي. يتوافق عليها المجتمع الدولي والشرع الدولي لكن الإنسان. المجتمع الدولي الإنسان يبدو أنه يتحرك يا سيد هادي المجتمع الدولي بنفس الحقوق. يا سيد هادي المجتمع الدولي يبدو أنه يتحرك وفق واقع جديد يسود الآن في سوريا يجعله متخوف من أنه إذا زال نظام الرئيس بشار الأسد أو هو اختفى عن الساحة قد يكون ما هو قادم لسوريا أسوأ، بما يعني أنه قد يكون له دور على الأقل في المرحلة الانتقالية. هل أنتم مستعدون للتعاطي مع هذه الرؤية؟ فهمت سؤالك دعني أرد عليه لو سمحت. إن من يقوم باستخدام هذه النظرية فعليا هو يريد تدمير بنية الدولة السورية. كل يوم يستمر به نظام بشار الأسد في الحكم كلما ازدادت الدولة السورية انهيارا. أين كانت الدولة السورية في بدء الثورة وأين هي الآن؟ بدأت تتفكك، وكلما استمر هذا النظام يوم آخر في النظام كلما ضعفت هذه الدولة. فكلما أسرعنا بحل سياسي منظم كلما ضمننا استمرار مؤسسات الدولة. ويجب علينا أن نفرق بشكل واضح بين مؤسسات الدولة ومؤسسات النظام. نحن هنا نتكلم عن مؤسسات دولة عريقة قام آباؤنا وأجدادنا بتأسيسها. خليني السوري من دفع دمائه وماله من أجل تطويرها. هذه المشكلة الرئيسية الآن أن دماء الشعب السوري تراق يعني يوميا ومنذ أو يعني نقترب من 5 سنوات على هذا الوضع. سيد هادي بخلينا نحصل على مداخلة من ياسر عبد الله من بريطانيا. ياسر مرحبا بك معنا، ما رأيك يعني في كيفية الخروج من هذه الدائرة بينما السوريون يموتون غرقا أو قتلا أو حرقا كل يوم في مشاهد يعني لا يحتملها بشر؟ هل يعني يجب على الأطراف التمسك بمواقفها بهذه الصورة أم لابد من تنازل للتوصل إلى حل؟ كيف ترى الوضع؟ مساء الخير وبحب مسي على السيد هادي البحرة. الموضوع ببساطة انه يا ترى احنا كشعب سوري شو متطلباتنا؟ يعني عن المشكله انه السياسيين عم يفكروا بس بانه احنا بدنا الاسد يروح، بدنا الشعب يضل عايش. المشكله انا مع ايقاف الدم باي وسيله من الوسائل، حتى لو ابقاء الاسد فتره معينه اللي هي مرحله انتقاليه لحتى ويوقفوا الدم وتناقشوا وشوفوا. بس الاسد يبقى؟ لا، الاسد ما يبقى. بس احنا بدنا مؤسسات الدوله تبقى. بدنا الشعب يرجع على بلاده. بدنا نعمر سوريا من اول وجديد. كفى خراب.
انا هذا اللي بقدر اقوله. طيب يعني انا يعني تفضل لا كمل كمل الكلام هو للاستاذ يعني هادي وانا اعرف انه يسمعه. تفضل لو عايز تكمل تضيف شيء اخر. يا ترى البلد قبل الثوره يلي كلياتنا وقفنا معه وتفائلنا خير مثل هلا الشعب السوري عم بيموت غرق هربان على اوروبا وهربان والدول العربيه ما قدمت المساعده ما خلت اللاجئين يوصلوا لعندها عملوهم بكل قمع. طيب نحن بدنا كشعب سوري بدنا نعيش هلا نحن في نقطه مهمه نحن كلياتنا متجاهلينها انه 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 اللي عم يموت غرق مين حيعوضه؟ اللي عم يموت ابنه الطفل اليوم كلياتنا شفنا صوره الطفل الغريق اللي كان على شواطئ تركيا. نعم. طيب. يا ترى السيد هادي البحرة عنده فكرة شلون بده الشعب السوري بده يتعوض؟ شكرا يعني لك ياسر وأنا أنقل سؤالك أستاذ هادي. يعني بينما تجلسون في اسطنبول وغيرها من البلدان والمدن خارج سوريا والشعب السوري كما أنت تستمع يقول بدنا نعيش والأطفال سوريا يموتون ويغرقون في كل لحظة ويجلس السياسيون سواء من حكومة أو معارضة ليختلفوا على من يمثل الشعب السوري طريقة تشكيل الوفود. يعني ألا يحتاج هذا الوضع المأساوي؟ ألا تحتاج هذه الصورة للطفل على شواطئ تركيا اليوم وهو غارق أن تبدو بعض المرونة لوقف هذا النزيف من الدماء؟ طريقة وضعك للأمور هل نحن أستاذ هادي ليس طريقة وضع أساسية. معلش خلينا نصحح الأمور هنا. أنا لست من تحدثت يعني ليس اسمي ياسر عبد الله هذا السوري الذي تحدث من بريطانيا لست أنا. فمن فضلك علق على سؤال المواطن السوري الذي وجه لك تساؤل وقال لك بدنا نعيش. سأجيب على التساؤل لكن أعطيني وقت أكثر ما تعطي نفسك وقت. إذا بدك تحكي أكثر من الضيوف لا أنا بسألك السؤال تاني. أنت حتى لا تمنحني الفرصة لطرح السؤال. تترك لي المجال لأرد. تفضل أخي السيد ياسر الذي تكلم كلام جوهري وأنا معه. نحن ثرنا ليس لكي نعوض. الشعب عندما ضحى بالغالي والرخيص ضحى بحياته وضحى بدمائه لمدة 5 سنوات وشرد أكثر من نصف الشعب السوري ليس لكي يعوض بالمال أو يعوض بالقيم المادية. لقد سار الشعب من أجل أن ينال حريته ويسترد استقلاله الفعلي ويعيد نظام حكم ينشئه يختاره بنفسه ويحترم كرامته. كيف لك أن تعيش في دولة غربية أنت وتتمتع بحقوق وتطالب المواطن السوري أن يقبل أن يبادل أمنه؟ سيدي المواطن السوري يبحث عن الحياة. ما الذي تفعلونه من أجل وقف نزيف الدم وهذا الموت لهؤلاء الناس؟ نحن نبحث عن حياة كريمة، عن تواجد في وطن يحترم مواطنه، عن تواجد تحت ظل قانون يساوي بين المواطنين في الواجبات والحقوق. هذا نحن ما نبحث عنه. نحن لسنا شعب يستاهل أن يعيش على هوامش التاريخ. نحن شعب كنا نصنع التاريخ وسنصنع التاريخ مجددا ونخطه كما نخطه الآن. طيب ومهما تكالبت الدول سيدي على الشعب التاريخ السوري. الشعب سيد السوري هادي التاريخ الذي تصنعونه الآن يبدو أنه يصنع على جثث وأجساد أطفال سوريا عموما. على أخي على شكرا أخي شكرا لك أستاذ هادي. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ هادي بحرة عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية. والآن نعود مرة أخرى إلى المشاركات التي تأتينا هذه المرة عبر صفحاتنا الإلكترونية. مرحبا من جديد محمود ودعني أسألك كيف رأى المشاركون على صفحاتنا السؤال الرئيسي حول إذا ما كان الخلاف على مصير الرئيس السوري بشار الأسد هو المعرقل الرئيسي للمساعي الدولية لإنهاء الصراع المأساوي في سوريا. يعني بداية تناول الكثيرون الموضوع في سوريا بشكل أقرب إلى الكوميديا السوداء. يتساءل كثيرون أين سوريا؟ سوريا الآن عبارة عن كنتونات بعضها تحت سيطرة النظام وبعضها تحت سيطرة جبهة النصرة وبعضها تحت سيطرة داعش وأخرى تحت سيطرة فصائل مسلحة مثل الجيش الحر. لم تعد هناك سوريا بالمعنى الذي عرفناه من قبل. هناك كنتونات ومناطق نفوذ تخضع لميليشيات مسلحة.
أيضا أين الشعب السوري؟ الشعب السوري تحول للأسف أكثر من نصفه، أكثر من نصف السوريين تحولوا إما إلى لاجئ وإما إلى نازح داخل سوريا. وبالتالي في ظل ضياع جزء كبير من الدولة السورية وضياع جزء كبير من الشعب السوري، تسأل كثيرون لماذا الحديث فقط عن مصير الأسد ومصير سوريا وتجاهل الأوضاع القائمة. وأيضا يظل الأزمة، جوهر الأزمة، أنه رغم كل هذا الضياع ما تبقى من الدولة السورية هو محل خلاف بسبب الخلاف على دور الأسد. يعني الموضوع كله كما قلت يراه كثيرون ككوميديا سوداء، حديث عن مصير الأسد ومصير الدولة بعد أن ضاع أغلب الدولة وضاع أغلب الشعب. مثلا أسامة محروس كتب يقول: الأسد رئيس على الورق فقط وليس على الأرض باستثناء جزء صغير من سوريا، ما باقي الأرض السورية فهي تحت سيطرة الفعلية للجيش الحر وتنظيم داعش وجبهة النصرة، وباقي الشعب السوري إما مهجر وإما لاجئ غير 250 ألف قتيل. وبعد كل هذا يبحث المبعوث الأممي عن دور ومصير الأسد، هل هذا معقول؟ شامل الحمدون كتب يقول: في الحقيقة لم يبقى للأسد أرض يحكمها أو شعب يحكمه، فالشعب السوري يعيش أكثره في أوروبا والأرض بيد داعش وجبهة النصرة. الحديث عن أي دور للأسد في مستقبل سوريا هو شيء مضحك. وعد أو عبد الله العامري كتب إلينا يقول: كل الدول المشاركة في فرضية إزاحة الأسد هي نفسها التي مولت الجماعات المسلحة بطرق وأشكال مختلفة، لكن لم تتوقع أن تطول الأزمة، وبالتالي لا يستطيعون طرح غير هذا السيناريو لحفظ ماء وجوههم ولمنع تحملهم المسؤولية الأخلاقية إذا ما قبلوا بعودة الأسد. أحمد يوسف على النقيض يقول: أصبح بقاء الأسد واقعا بعد أن صمد نظامه كل هذه الفترة، وأصبح على العكس الحديث عن رحيل الأسد يعرقل عملية التفاوض ويعرقل الحل السلمي. إبراهيم خلف يقول: الصراع السوري تجاوز مرحلة بقاء أو رحيل الأسد، الصراع الآن على الأرض وكيف تقسم ومن سيتقاتل في المراحل القادمة. سليم يونس: المشكلة الكبيرة هي أن أكثرية فئات المعارضة وكذلك الجماعات المسلحة لا تمتلك رؤية واضحة وخطة عملية لإدارة البلد في حال تنحي الأسد عن السلطة. يعني المعارضة هي معارضة سياسية ولكن في واقع الأرض لا توجد لديها رؤية موحدة لمواجهة الأزمة. محمد الحاج في ذات السياق يقول: من الذي سيقرر إنهاء الحرب؟ هل المعارضة أم الحكومة؟ لأنهما لا يملكان على الأرض سوى بعض الكيلومترات الخاضعة للوصاية سواء من جانب روسيا أو من إيران أو من أمريكا أو من تركيا. يعني كما ذكرت الغالب هو النظرة بشكل مأساوي، شكل فيه كوميديا سوداء إلى الواقع المرير لسوريا وللشعب السوري. طيب بالنسبة لمن يرفضون مقترح الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة كما عرضه المبعوث ديمستورا، ما هي البدائل الممكنة إذا؟ يعني البعض طالب بفرض عقوبات على من لا يقبل مقترح الأمم المتحدة، البعض طالب بتدخل عربي من خلال الجامعة العربية كما حدث في اليمن، البعض تحدث عن قبول الأمر الواقع، قبول بقاء الأسد ولو لفترة كما قال ديمستورا، وأن هذا هو الحل الوحيد. لكن أكثرية المشاركين يرون أنه في واقع الأمر ليس هناك حل سياسي، وسينتهي الأمر بفشل كل مقترحات الأمم المتحدة، لأنه ببساطة القوى المسيطرة على الأرض خارج نطاق مفاوضات. المعارضة السورية لا تسيطر على أغلب القوى المسلحة على الأرض وخاصة جبهة النصرة وداعش، وبالتالي لا تستطيع المعارضة حتى إن قبلت حلا سياسيا لا تستطيع هذه المعارضة أن تفرضه على الفصائل المسلحة التي تسيطر على جزء كبير من سوريا وخاصة داعش والنصرة. مثلا عبد العزيز عشري كتب يقول: البديل أن يصدر قرار أممي يفرض عقوبات على الدول التي تمد المسلحين بالمال والسلاح، ومنها من اعترف وزير خارجيتها علنا بأنها ستتوقف عن دعمها للميليشيات إذا رحل الأسد. كيلان حنفي يقول: لابد من البحث عن المخرج الذي ينقذ ما يمكن إنقاذه في سوريا إذا تمسكت أطراف المعارضة بمواقفها ورفضت قبول أي صيغة للحل دون أن تضمن رحيل الأسد. عمر منصورية: المفاوضات ستفشل كما فشلت سابقاتها، عقبة الأسد لا يمكن تخطيها في ظل تعنت الموقف السعودي والتصعيد من الجانب السوري من الجانب الروسي والإيراني. من يصف نفسه بأنه بلاك مون يقول: لن تفلح المساعي الدولية في إيقاف الأزمة السورية بعد عامها الخامس، النظام لن يتخلى عن الحكم عن طريق نقل السلطة سياسيا، الأزمة أصبحت كارثة وكل المجتمعات الدولية لا تريد أن توقفها. طيب كيف تفعلت هذه القضية على موقع تويتر؟ هناك يعني كثير والكثير مشاركات تحت هاشتاغ سوريا، كثيرون قالوا أن التركيز هو الآن على أزمة اللاجئين وليس على جوهر الأزمة، لأن هناك أساس عام بأن الأزمة لن تتغير أو لن تحل سلميا. مثلا
مشاركة من أنور مالك، تغريدة يقول فيها أنور مالك: كل ما يحدث في سوريا تنقله أقمار صناعية، وتستطيع الدول الكبرى معرفته حتى أسماء من يقترفون المجازر بحق المدنيين، لكن مصالحهم للأسف تقول غير ذلك. لكن هناك هاشتاجات كثيرة عن موضوع اللاجئين السوريين، يعني مثلا أزمة اللاجئين بكل ما فيها من حزن وآلام طغت على تويتر بصور محزنة وبتعليقات كثيرة تتحدث عن المرارة الشديدة للسوريين الذين يجدون الآن أنفسهم بلا حل سياسي وبلا قبول من أغلب الدول العربية، وأزمة في أوروبا تنتظر حلا، وإن كانت هناك دول تشجعت على الحل مثل ألمانيا. في هذا السياق كتب مهند على تويتر، غرد مهند وقال: لقد عرف اللاجئون السوريون متأخرا جدا أن أكثر الدول العربية تطبيلا لهم هي أسعدها رقصا على آهاتهم، وأكثرها تجاهلا لمأساتهم الإنسانية المتفاقمة. تغريدة أخرى من محمد العثيم يقول فيها: إذا كانت روسيا وإيران تصران على بقاء الأسد فيجب أن يرحل اللاجئون السوريون إلى روسيا وإيران. أخيرا تغريدة من زكريا أوزون يقول فيها: سيألف اللاجئون السوريون البلاد الغربية التي حضنتهم، وسيتعلمون لغتها، وسيقولون بحق بلدهم ما قالت ميسونة زوجة معاوية: ما سررنا إذ كنا، ولا أسفنا إذ بنا. يعني لن نأسف على البين أو على البعد. شكرا لك محمود في هذه المرحلة. والآن أعود مرة أخرى للمشاركين معنا عبر الهاتف، وأتحدث إلى أبو ماهر من قطر. أبو ماهر، ما رأيك، يعني هل يمكن أن تقدم خطة ديمستورا أو جهود ديمستورا الأخيرة أساسا للحل، بينما لا يوجد يعني حسم واضح لقضية مصير الرئيس السوري خلال هذه الخطة؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف الصحة يا أخي؟ تفضل سيدي. الأخ العزيز، لا ديمستورا ولا اللي قبله لقوا حل لقضية الشعب السوري. ديمستورا كم اقتراح قدم؟ ولا 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 حد في حل واحد اللي هو الدول العربية. أين الدول العربية؟ أين جامعة الدول العربية من قضية الشعب السوري؟ أخ العزيز، في حل واحد الدول العربية وجامعة الدول العربية. تنزل قوة عربية يقضون على نظام الأسد، ويقضون على داعش، يقضون على كل واحد معارض لعيشة المواطن السوري. يعني أبو ماهر، أنت ترى يعملون انتخابات يطلعون من سوريا. هذه الدول العربية أو الدول الكبرى يريدون حل في سوريا. طب أنت ترى أن خطة الأمم المتحدة لا تقدم حل لأنها لا تعتمد على استخدام القوة؟ لأنها لا تعتمد استخدام القوة. نعم، بالنسبة أنا سؤالي لكم وللقنوات، 71 لاجئ اللي قوم في النمسا مسروق الاعضاء تبعهم، مين اللي سرق اعضائهم؟ ليش النمسا مكتمة على الموضوع؟ ليش انتم كقنوات صحفيه مكتمين على الموضوع؟ 71 احنا لا نتكتم على شيء، حين تصل اخبار ذات مصداقيه نتطرق اليها. ابو ماهر، شكرا على رايك. والان نضم ايضا لحوار اليوم سعيد عراقات، الكاتب والمحلل السياسي معنا من واشنطن. مرحبا استاذ سعيد. يعني كثيرون يرون أن خطة ديمستورا لا يمكن أن تقدم أي أساس للحل طالما لم تتطرق إلى المعضلة الرئيسية في الأزمة السورية، وهي مصير الرئيس السوري بشار الأسد. شكرا لاستضافتي. أولا، الخطة طبعا معقدة، والخطة تأمل إلى التوصل إلى حل سياسي في سوريا، وبالتالي الحديث عن اشتراط ذلك، اشتراط انطلاق العملية بتنحي الأسد، هو سيكون غير حكيم على الإطلاق، خاصة إذا كنا واقعيين. علينا أن نرى أن الرئيس الأسد يمثل قطاع من الشعب السوري، لا يمكن إنكار ذلك. هناك الأقليات، هناك المسيحيين، هناك العديد، الأقلية الكبرى يمثلها أو هكذا تعتقد أنه يمثلها الرئيس بشار الأسد، بغض النظر عن أين نقف، هل يجب أن يكون أو لا يكون، هل يجب أن يكون عند حكم ديمقراطي أو غير ديمقراطي. الواقع أن الأزمة السورية تتفاقم خارج نطاق السيطرة، أصبحت عبء كبير جدا على العالم كله، على المنطقة وعلى العالم كله. كما ذكرت أنت عن وضع اللاجئين، ولابد من اتخاذ خطوات. طب سيدي، ما هي المشكلة في الخطوات؟ أن يعني الخطوات لا تبدو جادك، لأنها كما ذكرت تجاهل أحد يعني الضلوع الرئيسية في الأزمة. يعني إذا كان الرئيس السوري يمثل قطاع من الشعب السوري، لكنه يمثل أيضا ضلعا رئيسيا في هذه الأزمة. الخلاف حصل بين قطاع
أيضا من الشعب السوري وبين هذا النظام الذي على رأسه الرئيس بشار الأسد. البعض يرى أن المجتمع الدولي ليس جادا بعد لأنه لم يتمكن من حسم قضية دور الرئيس السوري بوضوح بسبب تجاذبات دولية وإقليمية وأدوار دولية وإقليمية متمثلة في روسيا وإيران. ما هو الحسم؟ هل الحسم الإطاحة بالكامل بنظام الرئيس السوري بشار الأسد؟ أنا أعتقد أن على الأقل هنا في هذه العاصمة الأمريكية تعلموا درس العراق، وأنا خدمت في العراق لمدة 5 سنوات كناطق رسمي باسم الأمم المتحدة وعملت مع الدمستورة هناك. أعي تماما ما معنى تفكيك الدولة، تفكيك المؤسسات، تفكيك الجيش، تفكيك المؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة. هذا لا أحد يريده، لقد استفادوا من هذا الدرس، وهذا ما يطرحه السيد الدمستورة. فهو يطرح أربع مجالات تقوم بشكل متوازن، هو لا يقول أنه كما قال النظام على سبيل المثال في جنيف 2 أننا نبدأ بالحديث عن الإرهاب ومن ثم ننتقل إلى عملية انتقال السلطة، بالعكس هو يقول أن مجموعات العمل هاي تعمل بشكل متوازي. أنا أعتقد أنه الآن هناك قوة دفع وقوة حالة طوارئية كبيرة جدا لقضية اللاجئين من قضية العنف تدفع بالعالم لاتخاذ خطوات جدية كي تسير توصل إلى حل. خلينا أستاذ سعيد نرى رأي المشاركين عبر الهاتف في هذه الخطوات التي يتخذها العالم وإذا كانت جدية أم لا. لؤي أحمد من لبنان، ما رأيك في هذا الطرح أن يعني دور للرئيس السوري في هذه المرحلة في الأزمة السورية هو أمر واقعي ويعد اعتراف بالواقع الذي يسود سوريا لأنه يمثل قطاع من الشعب السوري وأوضاع على الأرض تحتم التعاطي معه في هذه المرحلة؟ إيه رأيك، هل يقدم هذا أساس للحل كما يطرحه المبعوث الدولي؟ سيدي، الخطة المطروحة هلأ هي الحل الأمثل والوحيد والحقيقي يلي بتعطي لكل الأطراف حقهم بالتمثيل، سواء الائتلاف سواء النظام سواء القوى المعارضة الأخرى. لا، هو لازم نحن نكون معترفين بالواقع أنه مستحيل مستحيل أي حل بسوريا من دون وجود رئيس بشار الأسد، بغض النظر إن كان سنة ولا 2 ولا 10، بس لفترة محدودة وضمن الخطة المطروحة بعد كل هذا الكم من الدماء وكل هذه الأعداد من القتلى وكل هذه المعاناة التي يمر بها السوريون الآن. بدنا نعترف بالواقع أستاذ، بدنا نعترف، لا يمكن، يعني لا يمكن. هو أعتقد كمان إنه بالخطة المطروحة إنه محسوم مصير الرئيس الأسد لفترة معينة ثم البلد على خير. ما ممكن يترك الرئيس بشار الأسد هيك ويحمل حاله ويمشي بعد 4.5 سنين من الحرب والدمار والأطراف كلها مغموسة. ما بدنا نقول بس بشار الأسد إنه اللي مغموس في القصة، لا، كل الدول المعنية بالمنطقة بالشرق الأوسط معنية إنه هي يلي وصلت الحرب لهون، مو بس بشار الأسد، كله ضخ مال وسلاح. وحتى الائتلاف اللي هلا عم يقول ردا على الاستاذ هادي البحره، معليش نقطه استاذ، ردا على الاستاذ هادي البحره، الائتلاف لم نرى الائتلاف اي تمثيل للشعب الا من خلال الاعلام والمقابلات، ابدا ابدا. انا من الغوطه الشرقيه استاذ، انا مواطن منها. هلا يقوم الان جيش الاسلام اللي عم تزعم المعارضه انها بتمثله وتمثل الشعب بالغوطه، جيش الاسلام بيقوم بتوجيع الشعب السوري المحاصر، يعني بتوجيع او احتكار الاكل والشرب وقت زيارة وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف على سوريا، أعطي أمر لجيش الإسلام بقيادة زهران علوش، أعطي الأمر لزخ العاصمة دمشق بعشرات الصواريخ والقذائف، مع أنه بيعرف أنه زهران علوش أنه هو قاعد بين مدنيين وبيعرف أنه النظام هيرجع يصفق معاقله. طيب هو بياخذ امر من الرياض، بياخذ امر من الرياض مشان بس ورق، مشان يضغطوا ورقه سياسيه على النظام السوري انه هو عم يستقبل وزير خارجيه ايران، والرياض بتعطي امر لجيش الاسلام زهران علوش، كلياتنا بنعرف انه زهران علوش بياخذ. طيب شكرا يا لؤي، شكرا على هذا الراي لؤي احمد من لبنان. واسال ابو سيرين يهاتفنا من لبنان ايضا عن هذا الطرح من لؤي، يعني هل فعلا لابد من التعاطي مع الواقع كما قال المتصل السابق، وبالتالي لابد أن يكون الرئيس السوري جزء من الحل على الأقل في المرحلة الانتقالية، وهو ما ربما تؤشر إليه الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي ديمستورا حاليا؟ بداية السلام عليكم. عليكم السلام. لن أدخل بمهاترة مع الأخ لؤي، لأنه أنا بشك أصلا أنه هو من الغوطة الشرقية، مع احترامي لها الرأي. أيا كان إحنا هنا بنستمع لكل الأراء، تفضل. لا صحيح، لا يوجد في سوريا شيء اسمه نظام أو مؤسسات، إنها عصابة تحكم وتقتل، إنها مصدر جذب للإرهاب بحسب كل من له ضمير في العالم. بداية نقول يهنأ
ليهنأ بمستورة ويرتاح المجتمع الدولي، لأن دوما أخي الكريم في الغوطة، دوما في آب 2015 لم تضرب بالكيماوي مثل آب 2013، دوما في 2015 ضربت بالأسلحة التقليدية، السوريين في 2015 ماتوا إما غرقا في البحر أو اختناقا في الشاحنات. ليهنأ بمستورة كل المبادرات طيب. السياسية وعلى رأسها أبو سرين، يعني أليس يعني ألا ترى أن من أجل وقف هذه المآسي وهذا الموت بهذه الطرق الذي تتحدث عنه ونشاهده نحن جميعا طوال الوقت، لابد من يعني عدم التمسك بمطالب ربما قد يرى البعض أن الواقع لا يفرضها أو يفرض عكسها مثل رحيل النظام؟ يعني هل لابد من حصر المعضلة في شخص في رحيل شخص بينما يستمر نهر الدماء؟ الوقت الذي يشغلنا فيه المجتمع الدولي بالحل السياسي، فإن إيران وروسيا تعلم النظام السوري كيف يقصفنا ب 16 برميل متفجر في وقت واحد، وداريا دليل أكبر دليل على ما أقول. كل المبادرات السياسية وعلى رأسها مبادرة ديمستورة هدفها الرئيسي القضاء على ما تبقى من سوريا وقتل، نعم قتل وذبح من بقي حيا من الشعب السوري وإنقاذ ما بقي من النظام السوري. لا يمكن حل القضية السورية دون الإقرار بأن الشعب السوري بداية خرج بثورة من أجل الحرية والكرامة، ثورة سلمية لمدة 9 أشهر باعتراف رأس النظام بشار الكيماوي. طيب تمام. طيب شكرا يا أبو سرين. والديكتاتورية. شكرا جزيلا لك أبو سرين. أعود إلى الأستاذ سعيد. يعني كما أشار ربما المتصل لدور روسيا وإيران، أيضا يرى مراقبوننا هذه الخطة الأممية ليست خطة تمثل المجتمع الدولي بقدر ما هي خطة تخضع لإملاءات قوى إقليمية كإيران ودولية كروسيا تدعم النظام، وبالتالي فهي تضع في اعتباراتها الانحياز لطرف داعم للنظام، فهي لا تقنع أحد من الأطراف الأخرى المقابلة بالتوجه أو السعي نحو حل. على الإطلاق لا يا عزيزي. أنت تذكر قبل أسبوعين اجتمع مجلس الأمن ووافق بالإجماع على خطة دمستورة ووعدوا بدعمه. أنا أسأل هذا السؤال بالخارجية الأمريكية كل يوم، وأؤكد لك أن الإدارة الأمريكية تؤيد 100% خطة دمستورة، كذلك الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن فهي تؤيده كذلك. الواقع يا أخي الكريم هو أن سوريا تنزف وتعاني والأزمة تتفاقم وأصبحت قضية اللاجئين في كل مكان والذبح والقتل وإلى آخره، وهناك قوى متصارعة على الأرض. صح هناك تغييب للمعارضة السياسية في الوقت الحاضر، وبالتالي أنا في تقديري ليس كما قال ضيفك السابق أن الخطة الدمستورة هي فقط لإنقاذ النظام، لا هي حقيقة لإنقاذ المعارضة السياسية وجلبها إلى طاولة المفاوضات والمضي نحو عملية لإنهاء العنف القائم في سوريا. إذن لأننا إذا عدنا إلى الخلف إلى 30 حزيران 2012 عندما صدر بيان جنيف الأول، هو يتحدث عن انتقال للسلطة، ولكن للأسف المعارضة والدول التي تدعم المعارضة هي التي رفضته آنذاك، وذهبنا إلى جنيف 2 العام الماضي، وعندها طبعا كان هناك خطأ من النظام الذي أصر على أن محاربة الإرهاب هي القضية الأولى، بينما أصرت المعارضة على أن انتقال السلطة هي القضية الأولى. سعيد خليني حقيقة هناك دعني أكمل، هناك إطار ممكن العمل منه، هناك لجان عمل ستكون صعبة جدا ولكنها طريق تدل على أن هناك اتفاق دولي أنه الآن الأوان لحل الأزمة السورية. طيب أستمع إلى رأي عمار خالد يحدثنا من الإمارات في هذا الكلام، هل فعلا هناك إطار الآن بعد التغيرات أو المواقف الإقليمية والدولية الأخيرة وخطة ديمستورا، هناك إطار يمكن البناء عليه نحو حل للأزمة السورية؟ عمار؟ ألو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل يا سيدي. أنا بدي بس أحكي عن بحرة اللي كان معك من شوي، اللي ما بيطلع نقطة في بحرة لسه كل ما بتكلمه دون تجاوز، يقول لك أنت حرية. أيوة يقول لك أنت حرية في بريطانيا، أنت عم في بريطانيا، نحن شرقيين. طيب لا ينسى نحن عايشين بالشرق، ما يطلع لي أوروبا ويطلع لي سويسرا ويحكي لك سويسرا وما سويسرا، هدول شوية مرتزقة عايشين باسطنبول وتيلات فايف ستار. طيب يعني أنت ترى أن المعارضة جزء من المشكلة، أو أن ترى ربما أن المعارضة لا تمثل الشعب السوري خير تمثيل؟ ما هي المشكلة يا أخي، طلع محل اللي مسيطر عليه اللي مسمينه جيش حر، شعب ما في، الشعب طفش لوين؟ طفش مناطق اللي فيها، اللي موجود فيها النظام، موجودة فيها الدولة،
تمام، شكرا يا عمار، شكرا. خلينا نحصل على تعقيب اخير من الاستاذ سعيد عراقات. استاذ سعيد، كيف يمكن لهذه الخطه ان تنجح والمعارضه التي تسمى سياسيه تعترض عليها بسبب عدم يعني نصها على رحيل الرئيس السوري، وكذلك اصلا السيطره على الارض، السيطره الاكبر على الارض ليست للنظام وليست للمعارضه السياسيه او المعتدله كما يرى البعض، فكيف يمكن ان تقدم الخطه حل؟ صعبه ولكنها ليست مستحيله على ثلاث مدارات من وجهه نظري، وانا عملت في الامم المتحده. اولا ان يكون هناك اتفاق دولي كامل وهو موجود حقيقه، اجماع دولي. ثانيا اقناع المعارضه ان ترص الصفوف وان تتوحد وان يكون لها موقف سياسي حقيقي. وثالثا محاربه الارهاب بمعنى تنظيم داعش. نعم. والتنظيمات الأخرى المدرجة على الإرهاب، وأن يكون هناك تعاضد وقف. تمام. دعم هذه الفصائل، وقف دعمها سياسيا وماليا وعسكريا وإلى آخره. أنا في تقديري أن هناك خيط من الأمل. تمام. يجب أن نتمسك به وأن ندفع به. تمام. نحو مسيرة سياسية. نرجو أن يكون هذا الأمل واقعا ويتحقق فعلا. شكرا أستاذ سعيد عريقات الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من واشنطن. في نهاية هذه الحلقة وهذا الجزء التلفزيوني وجه لكم جزيل الشكر. أنا محمد سيف النصر، تابعونا على إذاعة بي بي سي وشاركوا بآرائكم على موقعنا.